تحكر بتوقف، لكن بتطلع لك كده بعض القضايا اكيد طبعًا. بيبقى فيها احاديث وفيها حوارات كثيره جدا. طبعا قرار الاخير او الموقف الاخير وابرز خبر استقاله كابتن جمال الغندور، هل هي استقاله ام اقاله؟ والموقف مع اللجنه المؤقته ليه كان دايما في ازمه او نشر ان في ازمه؟ طيب خلينا نقول ان كابتن جمال غندور واحد من يعني قامات التحكيم في مصر وقيمه محترمه جدا، والمنصب في اتحاد الكره كان بيتشرف بوجود جمال الغندور لانه راجل يعني مع حفظ الالقاب راجل يعني عنده تاريخ كويس وعمل شغل كويس جدا. خلينا اقول برضو ان اللجنه الخماسيه الفتره اللي فاتت ماشيه بشكل كويس، قلت لك ليهم حسنتين هيفضلوا للتاريخ، تقنيه الفار وتحسب لهم وتقليص عدد الجمعيه العموميه. مظبوط. وقلنا ان النقطتين دول هم كفايه عليهم يعملوا النقطتين دول وكفى. طيب العلاقه وصلت لحدود بين الكابتن جمال غندور واللجنه الخماسيه. اقاله بقى، استقاله، راح تعالى نقعد عشان نتكلم، ما عجبوش الكلام فقال لهم خلاص انا ماشي، حكام ما بياخدوش فلوس في ظروف معينه، اتفقنا على لائحه قديمه مثلا وبعدين الحكام بقت خدت في الكاس اللائحه الجديده اللي هي بدل 3000 جنيه 5000 جنيه فالدنيا باظت، فاتحاد الكوره يوفي بده، انما كان ممكن اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه تعمل حاجه جميله جدا، وفقا للظروف دي انت من حقك تخفض بعض الميزانيات، فحتى تقول لهم يا جماعه يعني نص العمى، انت لما تقعد مع واحد حكم ما قبضش بقاله 7 شهور، فهتقول له هتاخد على الماتش 5000 جنيه دول مش موجودين، هتقول له هديك على الماتش 3، عمره ما هيقول لك لا. يعني عمره ما هيقول لك لا، ولا هيقول لك اصل اللي قبل كده انت اديتهم 5 في الكاس فهرجع اقللهم ازاي؟ يا سيدي خليها بدله جزء من مستحقاته يبقى له مستحقات، خلينا نمشي في الفتره دي كده لما الدنيا ترجع، يعني يبقى ليها اكتر من حاجه. انما هي الدنيا وصلت لطريق مسدود، وانا كان نفسي ما يحصلش الكلام ده رغم ان احنا ما فيش اي حاجه، بس نتكلم على منظومه لازم تكون مستقره. منظومه التحكيم دي مهمه جدا، خلي بالك للاسف ما عندناش، يعني معظم الاتحادات او ادارات الاتحادات اللي تولت الفتره اللي فاتت محمد ما حدش مهتم بالمنظومه دي، مهما تسمع اصلي كان ب 500 اصل، خلي بالك ده كله من قيمه التحكيم اللي هو بتقام عليه اللعبه كلها، هو اساس اللعبه هو اساس اللعبه، هو العمود الفقري. فاذا كانت هذه المنظومة الرياضية تدار بالملايين لا يمكن على منظومة التحكيم أن تدارها بالملايين، ما تنفعش، أنت بتدير هنا بملايين يبقى أنت لازم تكمل، ده منظومة احترافية وهو جزء مؤثر جدا جدا. وخلاص الدنيا ابتدت تمشي، تقنية الفار بكل مساوئها ببعض المشاكل اللي فيها خلاص أنت ماشي على تراك كويس، فبالتالي كلنا كنا لازم نساعد نمشي في الطريق ده، ولكن وصول العلاقة لطريق مسدود ده محمد اللي خلى القصة يبقى فيه استقالة من الكابتن جمال الغندور، ولكن كان في رواسب قبل كده وحاجات كتير جدا. اخيرا مباراة السوبر تمام، غير مباراة السوبر وجزء من برضو التحليل في الفضائيات وكلام، فانت النهاردة بتاخد ديل وبتتفق على حاجة بترجع الكلام يتغير. انا دايما ما باخدش من طرف واحد، لكن هنا الطرفين يعني ما مشوش مع بعض في 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 نفس السياق، يعني بنفس السياق، وان كان ان انا شايف ان كان في موقف حاد شويه من اللجنه الخماسيه ضد الكابتن جمال غندور، لكن انا بقول لك ان الكابتن جمال غندور تاخر في تقديم استقالته من اتحاد الكوره. طيب ليه صار اصل تخفيض الامور الماليه نتيجه ان اللجنه ما فيش